سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكر أحد طلبة العلم أنك ترى أن صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر، وأنه لو صلاها لا تجزئه وتجب عليه الظهر، وقد راجعت كتابكم الشرح الممتع فاتضح لي حسب فهمي أنكم ترون أن صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر، وأنه لو صلاها خلف مقيم فإنها تسقط عنه، أما إذا أقامها المسافرون لوحدهم فإنها لا تجزئهم، وهذا مثل الحجاج لا تجزئهم، ولا يجوز أن يصلوا جمعة في عرفة. أرجو التوضيح. هذا صحيح، ما قلته صحيح. المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وجب عليه أن يصلي الجمعة لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكل إنسان يقول المسافر مؤمن فيدخل في الآية، واضح؟ إذا كان المسافر يمشي في البر في يوم الجمعة فلا يجوز أن يصلي الجمعة. يعني لو كان مثلا لو كان 40 نفرا مسافرين وحان وقت صلاة الجمعة في البر أرادوا أن يقيموا جمعة، لا يجوز. فإن فعلوا فقد ابتدعوا وأثموا وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجب عليهم أن يعيدوها ظهرا لكن مقصورة لأنها وجبت عليهم وهم مسافرون. ما الدليل على هذه الأحكام الغليظة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، وحذر من مخالفة السنة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسافر، وتأتيه الجمعة في السفر ولم يقمها أبدا، بل حتى في عرفة صادف وقت الوقوف في عرفة في حجة الوداع، صادف إيش؟ يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة، صلى ظهرا. فقد أمر بلالا أن يؤذن فأذن بعد أن خطب الناس، خطب الناس أولا، ولما انتهت الخطبة وهي خطبة عرفة ما هي خطبة جمعة، أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، هكذا قال جابر رضي الله عنه. تبينت المسألة أو لا؟ صار المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة إيش؟ وجبت عليه الجمعة. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهو مؤمن يدخل في الآية. إذا كان مسافرا خارج البلد فإنه لا يجوز أن يصلي الجمعة، فإن فعل فهو مبتدع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجب عليه إعادتها ظهرا. نعم، اكتب سؤال. من قاعدتنا أنه ممنوع الشفوي.